قم بتبسيط الجذر التكعيبي ل 125 اكس للقوة 6 واي للقوة 3. إذا الجذر التكعيبي لعدد ما يعادل رفع ذاك العدد للقوة ثلث. بالتالي العبارة تساوي 125 اكس للقوة 6 واي للقوة 3 الكل مرفوع للقوة ثلث. وإذا أخذنا ناتج المقدار ثم رفعناه للقوة ثلث فهذا يساوي رفع كل عدد على حدة للقوة ثلث. ومن ثم نأخذ الناتج، إذن فالعبارة تساوي 125 للقوة ثلث ضرب x للقوة 6 الكل مرفوع للقوة ثلث ضرب y للقوة 3 الكل مرفوع للقوة ثلث. الآن يمكننا أن نفكر بكيفية تبسيط كل واحدة من هذه العبارات. كم يساوي 125 للقوة الثلث؟ حسناً، دعونا نقوم بتحليل العدد إلى عوامله ونرى إذا كان بإمكاننا الحصول على ثلاث عوامل أساسية على الأقل، أو ربما نحصل على أكثر من عامل واحد يتكرر ثلاث مرات. لنبدأ، 125 يساوي 5 ضرب 25، 25 يساوي 5 ضرب 5. إذن 125 عبارة عن 5 ضرب 5 ضرب 5، فإذا ضربنا 5 بنفسها ثلاث مرات نحصل على 125، أو أن 125 للقوة ثلث يساوي 5. إذن فالعبارة تبسط إلى 5 ضرب، ومن ثم x للقوة 6 الكل مرفوع للقوة ثلث، لقد رأينا ذلك في عرض سابق. إذا رفعنا عدد ما لقوة معينة ومن ثم رفعنا المقدار كله إلى قوة أخرى، بالتالي يمكننا أن نضرب القوتين. إذا 6 ضرب ثلث يساوي 6 على 3 أي 2. إذا هذا الجزء هنا يمكن أن يبسط إلى x للقوة 6 على 3 أو x تربيع. x تربيع، وأخيرا لدينا عبارة مشابهة y للقوة 3 الكل مرفوع للقوة ثلث، تصبح y للقوة 3 ضرب ثلث أو y للقوة 1، إذن ضرب y، وهكذا انتهينا. وإذا لم تكن ترغب بكتابة إشارة الضرب هذه فيمكن أن تكتب العبارة هكذا: 5x تربيع y، وهكذا قمنا بتبسيط العبارة.